خويا الوعود كاذبه، عطتنا على 15 يوم، دابا حنا في 3 شهور. انا لحقت الاكتئاب الحاد اخويا، ما بقيتش كنعس، ما بقيتش كنشوف النعاس. علاش وعدتنا وما عطتناش الوعد؟ هاد السيمانه خارجه كتفاخر بالطواليطات مصيباهم. شكون الاول؟ واش مرضى السرطان ولا الطواليطات؟ اللهم ان هذا منكر، سيدنا الله ينصرو التفت لينا وعطانا هيبه ملكي وعرفنا حنا كاينين، والعمدة ما عرفتناش كاينين، عطاتنا وعد وما وفاتش به. دخلنا عندها ورحبت بينا وقالت لك صافي كونوا هانيين، من هنا 15 يوم غيكون عندكم مقر. جينا درنا احتجاج اخر لهاد السيمانة، دابا راه 3 شهور باش نشوفوا فيه الطب نفسانيين، كاين المحاميين، كاين الدواء. واش الدواء يتفرق في الزنقة؟ واش طول المحامي غيهضر معاك في الزنقة؟ طبيب نفساني غيداوي لي دابا في الزنقة؟ انا دابا طالعه في 4 شهور ما شفتش طبيب. النعاس ما بقيتش اخويا كنعس، اللهم ان هذا منكر. حقراتنا هاد العمده، حقراتنا، حرام عليها حقراتنا خويا. 8 ديال الاخوات اللي ماتوا هاد السيمانه، 8، الله يرحمهم ويوسع عليهم يا ربي. ودابا كيحكموا علينا بالموت اخويا، كيقول لك سيروا تموتوا. هذا هو الحق اللي خدينا من عندهم. والو، الوعود كاذبه 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 خويا، ما كاين حتى شي وعد. ونطلبوا الله، الله يهديهم، الله يهديهم، يلتفتوا لينا يعطيونا مقر فين نداواو. انا بعدا ما نسمحش اخويا، حنا بالدليل حنا ما نسمحوش اخويا، لان كنموتوا عرق بعرق اخويا، عرق بعرق. لان كون كانوا مراد بهذا المرض هذا اللي حنا هزينو، غادي يلتفتوا لينا. حنا ولينا عندهم بحال الحشره المضره. اللهم ان هذا منكر، الطواليطات زربتوا عليهم، ومرضى السرطان لحسوهم. من المجموعه اللي دخلوا عند النائبه، عينيها دمعات ملي شافتنا، ملي بكينا بكيت معانا، وقالت لماما حسنه، قالت لها دخلنا عليك بالله ما بقاش تجيب لي هاد المريضات. صافي تهنا وقالت لينا صوتكم وصل، وفخرجنا فرحانين وزغرتنا ودرنا الحفله قدام الولايه، وقلنا صافي معنا الدنيا زهات. قول لي علاش الدنيا زهات؟ لان العبد لله مطلقه ما عندهاش مصدر رزق. انا كلقيت الجمعيه تشري لي الدواء ب 18000 ريال، هذا كل شهر، كل شهر خاصني نشربه، ويلا دارت لي لي ريم وهاو سكانير، هذا خاصني هاد السيمانه نديرو. شكون اللي غديروا؟ غديروا لي الجمعيه. اذا انا مع الجمعيه الى النخاع، انا معاها، ما نتفكش معاها الى النخاع. جينا اليوم ما وفيتيش بالوعد ديالك، وغنمشيو حنا، ما غاديش نباتوا هنا، مصيرنا غنمشيو في حالنا، ولاني رانا نرجعوا. حنا ما مطالبين والو، حنا مرضى سرطان مبتليات صابورات، ولاني بغينا نعيشوا بكرامه. راه ماشي مرضى سرطان صافي نحكموا عليهم خاصهم يموتوا، لا، راه العمر بيد الله سبحانه وتعالى. راه ربي في كتابه سبحانه وتعالى قال ولكل اجل في كتاب مبين، ما قالش يا مريض سرطان سير راك غتموت، لا، بغينا نعيشوا بكرامه، بغينا نداويو بكرامه. السبيطار ما فيه لا دواء لا سكان، ديما السكانير خاسر، ديما البيت سكان خاسر، ديما الليرم خاسر. العبد لله اللي كتهضر معكم من 2020، من 2020 والمرض كينتقل من بلاصه لبلاصه. علاش؟ على حقاش ما نوصل ندير سكانير حتى صافي كيضيع فيا المرض، ما نوصل ندير ليرم كذلك. ملي لقيت الجمعيه نحمد الله ونشكر، كناخذ الورقه ما كد... هذه هي شحال التاريخ ديالها، ها هو لو 3 ياك، نهار 13 معناها هاد السيمانه. فهاد السيمانه ان شاء الله غنديرو، ها الاخر 3، وفهاد السيمانه غتشري لي ماما حسنه. ما كنتش انا هكا ملي ما كنتش في الجمعيه، كنت كنبقى شهره، ما نسامحش ليها انا بعد اليوم الدين. انا اللي المرض دابا عندي في السلسول، علاش؟ كون عطيتينا مقر فين نتلقاو العلاج، هو العلاج النفسي احسن لينا من هاد الدواء. عندنا طبيبه نفسانيه باش تسمعنا، ولينا فين غتسمعنا؟ تسمعنا في الزنقه، حرام حرام. واش مؤخرا قامت تجين الطواليطات؟ والله الا الكوره كيضحكوا علينا، العالم كله ضحك علينا، حرام حرام. الكلاب عندهم مقر وعندهم جمعيه، وحنا حنا رانا انسان قبل مرضى سرطان، رانا ناس، رانا بشر، وقيلا نستحقوا باش نعيشوا بكرامه، نستحقوا مقر. ما طالبين والو، ما قلناش ليكم بنيو لينا ديور، ما قلناوش ليكم ديروا لينا سالير كما دايرين الناس في الدول الاجنبيه. مريض سرطان عنده سالير يتمتع به، ما بغيناش حنا هادشي. الله يخلي لينا سيدنا اللي معاوننا، الله يطول في عمره ويزيد في مداده يا ربي.